السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله يا ربي. المهم الفيديو ديال هذا النهار جيت نبارطاجي معاكم واحد الطلب ديال وصلتني، خديتها من شين، خديت الميك اب ديال مال المره، بغيت نجربو. واهم حاجه بغيت نجرب هذا الفونديشن اللي عليه واحد الضجه في مواقع التواصل. خليكم تشوفوا معايا واش يستحق هذا الضجه، واش تاخذوه، واش ننصحكم تاخذوه ولا لا. المهم كيف ما كتشوفوا انا ديجا حليت الطلبيه، ديجا جربت الفونديشن لحقاش السيمانه هذه ملي وصلتني وما قدرتش نصبر بطبيعه الحال. المهم انا دابا غادي نحاول نديرو ونرجع لكم، لحقاش بالفولر ما غاديش يصلح لي الماسيه مزيان قدام الكاميرا، فغادي نجرب في النص ديال وجهي وغادي تشوفوا لا ديفيرونس ديك الساعه. قبل ما نبدا ندير الفونديشن ديالي، نسيت ما وريتكمش الفونديشن كي كيجي لومبالاج كيفاش داير، كي بحال هكا. انا الدرجه اللي خديت، اصبر نقول لكم شحال خديت، بور سولين، هذه هي الدرجه رقم واحد. شوفوا فيه بزاف ديال الدرجات. انا ديجا كنت خديت واحد المره فوندو تاع درجه رقم 2 وكان كيجيني مغلوق على بشرتي، فلهذا خديت هذه المره درجه واحد. كيف ما كتشوفوا صراحه عجبني الشكل ديالو، العلبه ديالو، ودابا غادي نجربوه ونرجع لكم. كيف ما كتشوفوا كان بلي غتكون بانت لكم اين الجهه اللي درت فيها الفونديشن. كيف ما كتشوفوا هاد الجهه هي اللي خدمتها، وهاد الجهه اللي خليتها بلا فونديشن. غادي يكون كيبان لكم بلي عندي واحد الحبوب صغير وهنايا يعني مابقاش كيبان، ولات بحال فلتر، بحال درت شي فلتر صراحه النص، ولا هكا كيبان صافي، كتبان البشره موحده. شي يعني توب 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 هاد الفونديشن هو التغطيه. بالنسبه للتغطيه ماشي شي حاجه توب توب توب، لحقاش هو اصلا يعني كتبين عليه بلي تغطيه متوسطه، يعني ما كيغطيش داك المناسبات وديك التغطيه اللي كنبغيو ان يمحي كل شيء، خصوصا اللي عنده ليطاج باينين، اللي عنده الحبوب باينين. لا، ولكن الاستعمال اليومي خفيف وزوين، وانا جربته هذه سيمانه، يعني كتخرج به وكيف ما كنخرج به كنبقى تني 9 حتى 9 ساعات ملي كنمشي للخدمه وكنرجع، يعني ما كتحسش به تكسد بشرتك كيتبدل اللون ولا كيولي داك اللون، يعني غتكونوا فهمتوني. بعد لي فونديشن كيكون اللون ديالهم كيتبدل، كيولي لون بحال ازرق ملي كطول به مده، اما هذا لا كيبقى اللون ديالو زوين، ما كيعطيك حتى شي حاجه مهم، يعني ما كينعكسش على البشره بشي حاجه خايبه. وكنصحكم صراحه به زوين، غير هو كيف ما قلت لكم خفيف والاستعمال اليومي، ماشي انك تستعملو للتغطيه 100%. ودابا غادي ندير النص الاخر وغادي نكمل معكم باقي داكشي اللي خديت. المهم دابا ساليت الفونديشن ديالي وغادي نوريكم ثاني حاجه، ثاني ارتيكل اللي هو هذا. مازال ما جربتو صراحه، متحمسه باش نجربو. هو كما كتشوفوا اي براو ديال الحواجب، هذا جاي على هاد الشكل. نشوفوا من داخل كيفاش داير. المهم جايين معاه جوج، بحال كيفما كتشوفوا جوج ديال الفرشات، وفيه اللون بني مغلوق وبني مفتوح، وهذا اللون كريمي. دابا غادي نابليكيوه على حجبنا ونشوفوا كيفاش غادي يطلع صراحه. هذا عاد غادي نجرب. اول حاجه باش تبداو ترسموا حجبانكم شي ماسكارا ولا مشطه ولا اي حاجه، المهم ماسكارا تكون قديمه ديجا عندكم، هي باش نشط بها حجباني. وعاد غادي نجرب اللي ما باغيش، اللي باغي يغلل حجبانو يحاول يدير يعني الخط يكون شويه يعني بعيد على الحجبان باش يرسم، اللي باغي يخلي حجبانو بحال انا يبقاو يعني في نفس الغلط ديال حجباني عادي بحال هكا. وهنا غنحاول ندير هكا شعره شعره، يعني زعما شعره شعره. المهم انا نورمالمون ما كنرسمش حجباني، ولكن بغيت نجرب هاد انا جربت اللون الغامق. كاين هاد الارتيكل حتى هو، حتى هذا مازال ما جربتو وما عرفتش الصراحه انا. المهم على حسب ما شفت في الصوره، على حسب ما فهمت
دير بحال هاد الشكل. صافي كتسمح لك تستخدموا ثلاثة ديال الحوايج. اللون ديالو صراحة زوين، مي انا غنشوف واش حتى في الواقع اللون ديالو زوين كيف ما كتشوفوا ليه بحال هكا. كيمكن لك تستخدموا جاي هو بحال كريم براش، يعني تستعملوا براش كريمي وتستعملوا جلوز عكر، هو ماشي جلوز ما فيهش اللمعان وداك الشيء، وفي نفس الوقت يمكن لك تستعملوا هنايا شكون كتعجبو بحال الايوتيكا. انا عندي العكر كنت كنستخدم كنديرو بحال هكا، كان خصوصا ديك فاش كتهزيه معاك للخدمه ولا فاش كنا كنقراو ولا شي حاجه كنهز معايا العكر كنديرو براش وفوق عيني وفمي وكلشي وكنصافي المكياج ديالنا ساهل يا سلام. المهم انا غادي نجرب نشوف، هذا صراحه ما جربتوش انا، يلاه نجربو معاكم. عرفت الصراحه ما عمري استخدمت شي، ما عمري استخدمت براش بحال هكا. شوف ناري 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 ناري، شوفوا كيعطي اللون بزاف، خاصكم ديروا غير شويه. او ماي جاد صراحه اللون ديالو زوين، البيغمونطاسيون ديالو زوينه، ولكن خاصكم ديروا غير شويش. المهم على حسب ما بان لي هذا غيبقى معايا الى ما لا نهايه. عاد شفت غير القيطه عطاني بزاف، انا عاد دابا قديته شويه كيف ما كتشوفوا، ما سيتو زدت عليه شويه الفوندوطا باش تنقص لي، وعاد شفت درت القيطه القيطه حتى دابا غندير القيطه وغادي نشوف. غنحاول نقص ندير غير شويه، يعني البيغمونطاسيون ديالو الصراحه واعره. المهم الفولا راه ما كيصلح ليش نقاد في خاطري، المهم تما نصيبو هكا صحة خطير. شوفو واو حمقتني اللف ديالو زوين بزاف، كيبان طبيعي. وعاد شوية يعني ديرو هكا هكا غنقيطة غنقيطة. دابا غنجرب فوق عيني كيف ما قلتلكم، هذا على حسب انا ما فهمت بليت ولا ياتي الابعاد. فدابا غادي نجرب ندير شوية فوق عيني ونحاول نمصي. شوفوا المهم كيف ما كتشوفوا الصراحه حتى فوق عيني جا واعر. المهم يمكن لكم تدمجوه مع لون واحد اخر مثلا مع المارو هكا يجي مع هذا اللون، جاي بحال الاورانج ماشي اورانج، المهم تقريبا بحال اللون الشال ديالي. كيف ما كتشوفوا غير انا ما بغيتش ندمجو، بغيت نخلي الالوان يعني نخلي غير هذا المكياج اللي خديت ولي نبارطاجي معكم. المهم كيف ما كتشوفوا جاي الشكل ديالو بحال هكا. دابا اخر حاجه غنجربوا فما غنشوف واش حتى فما غادي يطلع زوين. غنخدمو الصراحة بيدي حيتاش ما عنديش شي براش اللي كنخدم بيها. كيف جاكم احمر شفاه؟ صراحة خطير لونو، خطير كانه كان والله الا كيصلح ليهم ثلاثة، يعني فين ما درتو كدير غير شويه $3 الا ما خفت نكذب، $3 فاصل شي حاجه. هانتي عندك براش وعكر وفراجو، براش هو فراجو وفرا بوبير سوري. بعد ستيوت هذا او فريمون انا حاسه بلي غيضرب لي غيضرب لي لحقاش كدير منه غير شويه القيطه كيعطي مزيان. المهم دابا غادي ندوزو لرابع ارتيكل اللي حتى هو ماشي كلام، اللي هو اي لاينر. هذا الاي لاينر انا كنفضل بزاف هذا الشكل ديال الاي لاينر اللي كيكون بحال هكا، كنفضل بزاف الاي لاينر على هذا الشكل. المهم الاي لاينر هي ديجا جربتها صراحة واعرة في الرسمة وكتبقى وما كتسيحش. المهم دابا خليكم معايا نشوفها. المهم هذه هي الايلاينر كيف ما كتشوفوا. المهم انا صراحة ما ماشي محترفة في رسم الايلاينر، ولكن المهم كتعجبنيش ديك مجبدة بزاف، غير هكا غير شوية. المهم كيف ما كتشوفوا بحال هكا كان هذا هو المكياج اللي خديت كامل. دابا غادي ندير ماسكارا باش تكمل اللوحه الفنيه باش تكمل المكياج باش يكمل المكياج، ولكن هذا ديجا كان عندي كناخذو من اس، يعني ما خديتوش من شين نتاع ايسونس. صافي غادي نديرو
وغادي نرجع لكم باقا واحد الحاجه واحده اخرى مازال ما وريتها لكم. تنسالي الماكياج ونرجع لكم. اخر حاجه البنات هي هادي، هما هاد الاظافر هادو. دابا غادي نجربهم في يدي. المهم صراحه ما عنديش الكره ديال الكفر، ولكن هما كيجيو مع واحد اللعيبات. انا غنوريكم اول مره غنجرب نركب الكفر بهاد اللعيبات هادو. ديما كنت كنلصق الكفر بالكره يعني ديال الكفر، ولكن هما جايين معاهم هادو، يعني بحال الشكل ديال كولا على كل قد، على قد كل ضفير كيفما كتشوفوا بحال هكا. وبالنسبه للاطفال هما هادو جايين هاد الشكل هذا سامبل، وجايين هاد الشكل هذا اللي مزوق. انا غنحاول ندير جوج اطفال بهادو، والاطفال الاخرين غنديرهم بهادو. يعني دابا غنجرب غير يد وحده وخليكم معايا. بسم الله ندير هذا هناياك. شوف شنو بان لك يونس، عطيني رايك. واش ندير هذا هنايا ملون، واحد هنا وواحد هنا، وهادو نديرهم سامبل ياك؟ صافي مزيان. ولا ندير هذا وهذا ملونين وهادو سامبل، هاد ثلاثه كتسولي. هذا رايك؟ لا ديري هذيك كيما قلتي، هذا ديري هنايا وداك اللي من الوسط. صافي واخا واخا سيدي نديرو هذا. شنو واحد اين واحد اين كولا غتجي؟ جيب لي مقصة يونس. المهم هذه هي النتيجه النهائيه للطفيرات، كي دايرين بحال هكا صراحه خطيرين. ما عرفتش كيفاش ندير نوريهم لكم. كندير هكا، لا كندير هكا، هذا ما كيبقاش باين. دير هكا. المهم بحال هكا، خليك هكا. صراحه كيجيو خطيرين، عجبوني. المهم انا درت دابا غير يد وحده، لحقاش غادي نمشي تبعني كسكسو. تنكون غادي نخرج ولا شي حاجه غادي نديرهم. حتى الكره كتلصق مزيان صراحه، كيشدو راسهم مزيان. وشنو بغيت نقول لكم، وفيهم بزاف يعني مازال نستعملهم ليدي كاملين مره واحده اخرى. دابا غادي ندوز نعطيكم الاسعار. بالنسبه للسعر ديال هذه هي كانت 3 دولار فاصله شي حاجه، ولا ما عقلتش 2 دولار فاصله. المهم انا غادي نخلي لكم لي كود ديال كل شيء في صندوق الوصف. الايلاينر حتى هي 3.88 بحال هكا. المهم حاجه ما عقل عليها مزيان السعر مزيان. هذا هو 9 دولار صراحه زوين، ولكن يعني هو عادي يعني ماشي ميستاش الضجه اللي دايرين عليه، ماشي هذيك الدرجه، وانما زوين. المهم الاستعمال اليوم كيف ما قلت لكم، ولكن الكود كور ديال هاد الطلبيه هو هذا واعر. هذا خطير، حمقني ما يمكنش، كيعطي واحد البيغمونطاسيون واعره. تلفات لي الهضره كثرت ما عجبني. كيعطي واحد البيغمونطاسيون واعره، وكيصلح يعني فين ما درتيه كيجي زوين هكا، يعني كيمشي معاك. الصراحه اللي اخترع هذا عاقبنا حنا البنات اللي كنديروا العكار الفغاجو وفغابو بيغ وكل شيء. شنو باقي عاود؟ صافي هذيك اللي في يدي. وهذا ديال الحجبان حتى هو زوين. المهم اللي كينتف حجبان وكيتراسي حجبان وكيتراسي هم غادي تعطيه النتيجه اكثر. انا يعني كنلونهم شويه وصافي. هذا ما كان يعني ماشي كنتراسي، داك التراسه جنيت. وهذا ما كان، غنكون وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى يكون عجبكم ونكون فدتكم. والا كانوا كيعجبكم بحال هاد لي فيديو خليوها لي في لي كومونتير باش نبقى نبارطاجي معكم بحال هكا اي طلبيه خليتها. وتحياتي، باي باي.